نتكلم فيها النهارده مع المحلل التونسي والصحفي التونسي نزيه قرشاوي المتواجد حاليا في فرنسا، وكان متابع لبطولة اليورو وحضر عدة مباريات في اليورو في ألمانيا. كابتن نزيه، مساء الفل، ازيك؟ مساء النور كابتن محمد، طابت اوقاتك بكل خير انت والزملاء الكرام، ودام بهاء النادي الاهلي، ومبروك الفوز على بيراميدز كابتن. الله يخليك والله يبارك فيك. طبعا انا عايز اتكلم معاك، وكنا التقينا معاك من حوالي اسبوع كده وسالناك على مباريات اليورو، وكانت مداخله موفقه فيها كم معلومات وتحليل فني رائع جدا. ولكن بعد مباريات دور ال 16 والمباريات اللي اتلعبت وكان فيها مفاجآت وفيها منتخبات تأهلت لدور الثمانية، هل كنت تتوقع ان دور ال 16 ودور الثمانية يكون فيه مفاجآت وتكون فيه مباريات قوية ومثيرة بهذا الشكل؟ هو المؤكد جدا يعني كابتن محمد انه المنتخبات الكبيره على الاقل لما نشاهد الربع النهائي او يعني نشاهد ربع نهائي ونصف نهائي، خاصه المربع الذهبي، كانت منتخبات كبيره وكبيره جدا، يعني تواجد لمنتخبات مثل انجلترا ومثل فرنسا وكذلك اسبانيا وانجلترا، هذا رباعي يعتبر رباعي تقليدي في كره القدم الاوروبيه، وبالتالي الى حدود نصف النهائي ما كانش فيه يعني مفاجآت كبيرة، ولكن القوة والندية كانت حاضرة، وهذا شاهدناه يعني تقريبا في أغلب المباريات اللي وصلت سواء كان لركلات الترجيح أو للحصص الإضافية، يعني كانت مباريات قوية وقوية جدا. الملاحظة الأبرز تقريبا في الأدوار الإقصائية هو أن الجميع كان ينتظر عودة فرنسا وتحسن أدائها في الأدوار المتقدمة، ولكن هذا لم يحدث للأسف الشديد بالنسبة لجماهير فرنسا على عكس جماهير انجلترا، وكنا حتى توقعنا هذا يعني كابتن محمد معاك الاسبوع قبل الماضي انه المنتخب الانجليزي يتقدم وتحسن بشكل جيد مع تقدم البطوله، وهذا ما حدث مع جاريث ساوثجيت مدرب منتخب انجلترا، رغم ان الانتقادات كانت كبيره جدا في البدايه، كانت مطالبه باقالته وبابعاده على المنتخب الانجليزي، الا انه قام ببعض التغييرات، استجاب لدعوات الجماهير، وهذه قوة المدرب جاريث ساوثجيت الذي خاض نصف نهائي في كأس العالم في روسيا، ثم خاض النهائي في النسخة الماضية في اليورو، والآن يعود ليخوض مرة أخرى نهائي كأس أوروبا. المنتخب الإنجليزي مع جاريث ساوثجيت الواقعية، في المقابل المنتخب الإسباني مع ديلا فوينتي، اللعب الجميل وتقديم الكرة الهجومية، والدليل أنه أقوى منتخب من ناحية الهجومية لحد الآن منتخب إسبانيا، يمتلك أفضل الأظهرة وأفضل الأجنحة وأيضا وسط ميدان متميز جدا ومتكامل رغم الغيابات. شفنا كيف أنه منتخب إسبانيا رغم غياب كارفاخال ورغم غياب بيدري، إلا أنه قدم مباراة كبيرة وكبيرة جدا من فرنسا بقيادة طبعا اللاعب الصاعد لامين يامال. لامين يامال يعتبر هو اصغر لاعب في بطوله اليورو، نقدر نقول هو كسر الارقام القياسيه في مساله اللاعبين صغار السن، لان مثلا لما هنتكلم قبل كده على بيليه لما لعب مع البرازيل ضد فرنسا في 58 وقتها كان عنده 17 سنه، لكن انت بتتكلم على لامين يامال اصغر بكتير 16 سنه ولسه هيتم ال 17 بعد حوالي 10 ايام، فاعتقد رقم قياسي لنجم منتخب اسبانيا، واللي كان عليه منافسه كبيره جدا المغرب كانت عايزه تستفيد منه في الفترة اللي جاية زي ما عملت مع إبراهيم دياز. صحيح، يعني المنتخب المغربي كان يستفيد، كان يريد الاستفادة من اللاعب لامين يامال، هو فقط كابتن التدقيق البارح كان احتفل بعيد ميلاده رقم 17 بالنسبة لامين يامال، ولكن وش ترك يعني كل المعلومات اللي قدمتها كابتن محمد في خصوص أنه فعلا هو أصغر لاعب يسجل في بطولة كبرى، أصغر لاعب يشارك في بطولة دولية كبرى، يعني لاعب حتى من كثير من الأرقام القياسية حتى قبل الوصول لليورو مع نادي برشلونة، لاعب متميز جدا، جوهرة ثمينة يعني لا تقدر بثمن، يعني سعره تقريبا يصل إلى 200 و250 مليون يورو، وبرشلونة أكيد سيرفض بيع هذا اللاعب رغم العروض المتوفرة أو بعض الاهتمام خلينا نقول المتوفر من عدة أندية وخاصة باريس سان جيرمان رغم النفي. منتخب إسبانيا كابتن محمد هذه المرة صنع توليفة جيدة جدا بعكس كأس العالم، يعني كأس العالم ذهب إلى المونديال بلاعبين متقدمين شوية في العمر، يعني خاصة في مراكز حساسة وخاصة مركز وسط الميدان، يعني شاهدنا كيف أنه لاعب مثل بوسكيتش يلعب مباراة كاملة تقريبا من المنتخب المغربي وأسماء كبيرة يعني متقدمة في العمر. هذه المرة المنتخب الإسباني على العكس تماما يلعب بتوليفة، يعني لاعبين ناضجين مثل كارفاخال، يعني اسماء مهمه في التشكيله،
مثل موراتا، ولكن ايضا اسماء شابه، نيكو ويليامز لاعب مثل لامين يامال، لاعب مثل داني اولمو، اسماء مثل هذه قدمت اضافه كبيره الى منتخب اسبانيا كابتن محمد، وبالفعل يعني يستحق الى حد الان المنتخب الاسباني وصوله الى هذا الدور بعد 12 سنه من الانتظار كابتن محمد في الكره الاوروبيه. اسبانيا نذكر بانه بعد جيلها الذهبي 2008 2010 و2012 عندما توجت مرتين باليورو ومره بالمونديال غابت وابتعدت عن الساحه، ولكن اعتقد بانه عوده ريال مدريد وعوده الكره الاسبانيه نوعا ما الى الواجهه مع تحسن الاتليتيكو وتحسن اشبيليا وحضوره الدائم ايضا في المسابقات الاوروبيه رفع من مستوى المنتخب الاسباني ومع مدرب خبير، والتاكيد ايضا كابتن محمد معلوم على هذا المدرب، وهنا نؤكد يعني حتى على منتخباتنا العربيه كيفيه اختيار المدرب. يعني المدرب مثل ديلافونتي ليس من وليد اليوم يعني في منتخب اسبانيا. ديلافونتي بدا مع هذا الجيل مع سن تحت 19 ثم تحت 21 ثم المنتخب الرديف ثم المنتخب الاول، يعني استمراريه كبيره لديلافونتي رغم انه اسم مش كبير على مستوى التدريب في اسبانيا، لم يدرب الريال، لم يدرب البارسا، لم يدرب اتليتيكو، ولكنه وصل بمنتخب اسبانيا الى مستوى نضج كبير وكبير جدا، الى فاعليه على المستوى الهجومي وايضا التزام على المستوى التكتيكي وعلى المستوى طيب. الدفاعي. نزيه يمكن بلغه الارقام، اسبانيا اقوى خط هجوم واقوى خط دفاع، كسبت اليورو 3 مرات، انجلترا السنه دي لاقوى خط هجوم واقوى خط دفاع، ما كسبتش اليورو قبل كده، وصلت فاينل فعلا اخر نسخه. هل بلغه الارقام والحضور الجماهيري اللي هيكون موجود سواء للاسبان او للانجليز، كفه مين هتكون ارجح عن مين؟ والله شوف، هو الارقام خاصه في النهائيات كابتن محمد وانت ادرى مني اكيد بمثل هذه الامور، في النهائيات كل شيء يختلف، يعني كل مباراه لها تبعاتها خاصه لما يتعلق الامر بمباراه نهائي في هذا الحجم، يعني في هذه في مناسبه كبيره وفي منافسه كبيره جدا مثل كاس اوروبا. الارقام والمشوار يقول انه اسبانيا، ولكن منتخب انجلترا اكيد يعني منتخب قوي لم ادار له الحظ، ظهر كثيرا يعني في مناسبات طويله، ومنذ 1966 لم يتوج لا باليورو ولا بمونديال، ولم يحضر في مناسبات كبيره في ادوار متقدمه، ولكن اعتقد بان انجلترا، وانا ما زلت على حقيقه شخصيا اراهن بان المنتخب الانجليزي هو الاقرب للتتويج باللقب. المباراة النهائية هو ربما المفيد بالنسبة لمنتخب انجلترا، انه على طيلة مشوار البطولة المدرب ساوثجيت راجع نفسه كثيرا، وايضا يعتمد على خيارات كبيرة سواء على بنك البدلاء ولا التشكيل الاساسي، غير كثيرا، منح الفرصة لهذا ومنح الفرصة لذاك، يعني دقائق اللعب كانت موزعة بشكل جيد على جميع اللاعبين تقريبا، وعلى عكس المنتخب الاسباني رغم انه منتخب قوي وهذا لا شك فيه ولا اختلاف، لانه تقريبا التشكيله بقيت هي نفسها، يعني اللاعبين تقريبا اعتقد ان وصلوا الى ارهاق نوعا ما، على عكس منتخب انجلترا شاهدنا يلعب بكل اريحيه، صحيح يفوز مشوار اسبانيا نزيه اسبانيا كسبت ايطاليا، كسبت المانيا، كسبت فرنسا، لعبت كرواتيا وكسبتها 3، لا منتخبات قويه. مشوار اسبانيا اصعب كتير جدا من منتخب انجلترا، واجه فيه صربيا، سلوفينيا، سلوفاكيا، سويسرا، لا فارق كبير جدا ما بين مشوار كل منتخب عن الاخر. أكيد 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 المشوار كما قلت، وشوف على مستوى الأحقية والاستحقاق، ونحن نتحدث عن جدارة، فبكل تأكيد إسبانيا تستحق عن جدارة اللقب يعني، وهي الأحق حتى من إنجلترا، إنجلترا كانت دائما يعني على مقربة الخروج، تفوز في الدقيقة 91 ويعدل بيلينغهام بهدف بطريقة يعني غير منتظرة في الدقائق 93 و94، ولكن المنتخب الإسباني صحيح على مستوى طيلة مشواره في البطولة هو الذي يستحق، لكن كما قلت في المباراة النهائية اعتقد بانه كل شيء يختلف، يعني مع صحوة هاري كين نشاهده في الصورة، مع صحوة اللاعب ساكا لاعب نادي ارسنال في الايام الاخيرة وفي الادوار الاخيرة، ونفس الشيء بيلينغهام يتحسن بعد مباراة اخرى، يعني المنتخب الانجليزي ايضا يتوفر على خيارات كبيرة، منتخب انجليزي اعتقد بانها مباراة ستلعب بين منتخب بدنيا قوي جدا ومنتخب فنيا قوي جدا، من سيتغلب على الاخر؟ هل انه القوة البدنية او انه الامور الفنية؟ هذا ما سنشاهده اليوم في برلين. جزئية كده بسيطة اخذ فيها رأيك سريعا، لو كانت المانيا كسبت اسبانيا وتأهلت للفاينل لمواجهة انجلترا والمانيا هي المستضيفة للبطولة، كان رونق الفاينل هيبقى مختلف ولا لا؟ والحاجة الثانية، فرنسا المتألقة في المونديال وفي كأس العالم وكانت مرشح اول للبطولة، غريبة ان هي خرجت وما تأهلتش للفاينل.
فقدت المنتخب اللي كنت قلت انه غريب انه ما ترشحش للفاينل كابتن، فرنسا. منتخب فرنسا. خلينا نبدا بالسؤال الثاني، هو منتخب فرنسا فعلا يعني حتى انا شخصيا كنت اتوقع وكنت اتحدث حتى مع فرنسيين لهنا في مباراه منتخب اسبانيا، كان الكل يتوقع بانه سيتحسن المستوى شيئا فشيئا، والمباراه اسبانيا ستكون الانطلاقه، ولكن فرنسا اعتقد بانها عانت خاصه من كثره المواهب الشابه ومن قله الخبره في منتخب بلادها، رغم وجود غريزمان ورغم وجود كيليان مبابي. كيليان مبابي ظهر بشكل سيء وغريزمان ظهر ايضا بشكل متواضع جدا، فغاب المنتخب الفرنسي طيله المباريات رغم وصوله لنصف النهائي، حتى الاسماء تالقت معظمها شابه تفتقد الخبره، حتى محور دفاع كامل شاب، ظهير ايسر وايمن ما عندهمش الخبره الكبيره، ممكن لوكاس رونديز افضل، لكن كوانتي يشارك في اول بطوله كبرى، وسط ميدان تشاوميني وكلهم تقريبا، كانتي ظهر في الدور الاول بشكل جيد ولكن ظهر عليه تعب في الادوار المتقدمه، فعادي جدا انه فرنسا تخرج هذه المره، لكن اعتقد بان المنتخب الفرنسي سيعود مره اخرى للواجهه في اقرب وقت ممكن، لانه فرنسا فعلا بلد المواهب ومنبع المواهب. فيما يخص امكانيه وصول المانيا، هو لو تتذكر كابتن محمد انا قلت في الاسبوع الماضي قبل الماضي قلت انه ارشح شخصيا اما المانيا او انجلترا، المانيا خرجت في اخر لحظه من اسبانيا وبالتالي تاهلت، عبرت اسبانيا لالمانيا واكملت مشوارها في البطوله حتى وصول الى النهائي. المنتخب الالماني في الحقيقه منتخب قوي وقوي جدا، ولكن منتخب قوي ظرفيا، يعني على مستوى كانه هذا المنتخب صنع لهذه البطوله بعوده كروس، بتوهج بعض العناصر، باعادتهم تكوينهم في اخر لحظه خاصه مع لوريساني مع روديغير، ولكن هذا المنتخب يحتاج الى الصبر مره اخرى بالنسبه للمنتخب الالماني، عكس المنتخب الاسباني وعلى عكس المنتخب الانجليزي وحتى الفرنسي. كابتن محمد اختم معك بسؤال عن التوقعات، النهارده نهائي كوبا امريكا، الارجنتين ام كولومبيا؟ والله اعتقد شخصيا انه المنتخب الارجنتيني سيتوج باللقب، يعني منتخب قوي، منتخب بقياده ليونيل ميسي، بقياده المدرب ليونال سكالوني، مدرب يعني خبير اصبح بالنهائيات، تقريبا فاز بكل النهائيات الممكنه في اخر السنوات، ولكن الحذر ايضا من منتخب كولومبي يدربها ارجنتيني ايضا، ومنتخب كولومبي بقياده خاميس رودريغيز الذي يعتبر افضل لاعب في البطوله، خميس يريد التتويج باللقب، فالديراما ايضا نجم منتخب كولومبيا، اتوقع ان النتيجه تكون 2-1 لمنتخب كولومبيا، ولكن اعتقد بانه الارجنتين الاقرب للتتويج بهذه البطوله. كابتن محمد الزميل العزيز نزيه قرشاوي المحلل والصحفي التونسي، شكرا جزيلا ليك، كانت يعني تحليل رائع جدا واطلاله متميزه جدا على بطوله اليورو، وكلام مهم جدا على المنافسه اليوم ما بين إسبانيا وإنجلترا، وأيضا نهائي كوبا أمريكا ما بين الأرجنتين وكولومبيا.